أثناء جولتك في المستشفى وانت بتتعامل مع المرضى، ايه اللي لفت نظرك؟ شفت ازاي حالتهم كإنسان بقى مش كفنية؟ والله انا شايف الناس عندها امل الحمد لله في الحياة كويسة جدا، دي اهم حاجة. الناس عندها امل في بكرة ومتفائلين برغم الألم. يعني نفس الوقت انا شايف المستشفى الحمد لله كويسة جدا، ما تقلش على اي مستشفى خاص او مستشفى موجودة بره مصر يعني. واتمنى ان يكون في احسن، احنا بنيجي علشان يبقى في احسن، ولو في حاجه فيها مشكله او في تقصير قصور قصدي يعني في امكانيات او في حاجه ماديه، نحاول ان احنا نوضح ده للمحللين، وفي نفس الوقت نحاول ان احنا نحل المشكله يعني.